بداية وقبل البدء بقصتنا الثالثة، يرجى العلم بأن ما سنحكيه الآن سنكشف فيه بعضا من أحداث الحلقة التاسعة لمسلسل البرنس، طبعا هذا المسلسل من بطولة محمد رمضان. حلقة يوم أمس لم تكن حلقة عادية على المشاهدين، خاصة بعد أن اكتشفت شخصية سميحة التي تؤدي دورها سلوى عثمان مؤامرة أبنائها ضد أخيهم رضوان الذي يجسد دوره محمد رمضان. الحلقة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح اسم سلوى عثمان من أبرز هاشتاغات تويتر حديثا وتداولا بعد أن قدمت مشهدا قويا، حيث انهارت وأبدعت في تقديم دور الأم التي صدمت بأولادها بعد أن ربتهم أحسن تربية. مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طبعا علقوا على هذا الموضوع وعبروا عن تأثرهم بما قدمته، بل ذهب البعض إلى وصف المشهد بالأهم في الدراما المصرية حتى الاجتماعية حتى الآن. طبعا دعونا نستعرض بعض من ما قاله أو ما كتبه وغرد به المغردون حول هذا الموضوع، طبعا آلاف التغريدات جاءت حول هذا الموضوع. قال البدري: إبداع جميل جدا من الفنانة سلوى عثمان، ومشهد أكثر من رائع حقيقي، تستاهل أوسكار على هذا المشهد. أما محمد فكتب على هذا المشهد: أنتوا شفتوا تمثيل الرائعة سلوى عثمان، إيه ده، من أعظم الممثلات في مصر ومش واخدة حقها أوي. أما حسين فغرد وقال: دخلت الترند من مشهد سلوى عثمان، عبقرية تمثيل. رضا علق على هذا الموضوع وقال: الممثلة المصرية سلوى عثمان في مشهد واحد في البرنس تفوقت على ممثلين الهشك بشك والذين يقومون بأدوار بطولة مطلقة بسبب شكلهم.